اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. ووجه الرئيس السيسي بمراعاة أن تمضي الأعمال الإنشائية وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة إجراءات وجهود توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، وخاصة تصنيع المواسير. وأكد مدبولي أن الدولة تعمل حالياً على زيادة قدرات التصنيع المحلي في ظل تنامي مشروعات قطاع التشييد والبناء. التقت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر لبحث التعاون المشترك في مشروعات إدارة المخلفات الصلبة وحماية الطبيعة في إطار التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل. وقالت وزيرة البيئة إن الدولة تسعى لترجمة الشراكة إلى حزمة من المشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. ومن جانبه أكد المسؤول الأممي حرص البرنامج على التعاون مع مصر كأحد الدول الاستراتيجية الهامة والمليئة بقصص النجاح الملهمة. قررت الهيئة الوطنية للإعلام إيقاف المذيع حسام حداد عن العمل وإحالته للتحقيق لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى. وشددت الهيئة على وقوفها على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية والتعامل بحيادية تامة، وأن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام. هذا وقد أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التزام كافة برامجها وقنواتها بالكود الرياضي المعلن، والذي يدعم المنتخبات المصرية وينبذ التعصب ويدعم استقرار النشاط الرياضي في مصر، موضحة أن ذلك يأتي تأييدا لقرار الهيئة الوطنية للإعلام باتخاذ إجراءات تنفيذية وإيقاف المذيع المذكور نتيجة ما جاء عن لسانه مما كان له أثر سلبي على جماهير الكرة المصرية. وأكدت المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستعمل دوما بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وكافة الجهات المعنية على تطوير ما يقدمه الإعلام المصري للمشاهد ودوام الاتزان لتحقيق غرض الرسالة الإعلامية.